أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة باستخدام لغة بايثون. في هذه المحاضرة راح ناخذ تطبيق عملي على المودول وطبعا بعض الدوال اللي استخدمناها سابقا. راح يكون هذا التطبيق هو حساب العمر، حساب عمر الشخص، أو ممكن حساب الخدمة، أو ممكن حساب فترات معينة. مثلا راح يكون حساب العمر. طيب في البداية لابد أنه نضيف مودول اللي هو التاريخ واللي اسمه date and time. طيب الآن أريد أضيف تاريخ المواليد، تاريخ مواليدي مثلا، من خلال أكتب print ومن ثم date and time dot date and time. هذه هي الطريقة، وطبعا أقواس لل date and time بهذه الطريقة. بداخل الأقواس أكتب أول مرة السنة مثلا 1990، ومن ثم فارزة، ومن ثم أكتب الشهر مثلا 5 فارزة، ومن ثم 22 بهذه الطريقة. ممكن أنه نجري عملية سبيس بهذه الطريقة. إذا لاحظ أنه كتب لي 22/5/1990، طبعا هذين فارغات لأن أنا ما مليتهن، اللي هو الساعة والدقيقة والثانية. طيب فإذا أنا هسه هذه هي مواليدي. طيب بإمكاني أنه أخزن هذه المواليد بمتغير، مثلا هذا المتغير أسميه my date مثلا، هذه الطريقة متغير أسميه my date هذه الطريقة، يساوي هذه القيمة كلها control x أضيفها هنا. طيب إذا عندي هذه هي مواليدي، بإمكاني أطبع هذه المواليد من خلال أنه أكتب هنا print، وبداخل print أكتب اسم المتغير اللي يحتوي على مواليدي. بإمكاني أنه أطبع مثل ما لاحظ تمام جدا وبدون error. جيد، الآن عندي متغير آخر. هذا المتغير الآخر راح أخزن به تاريخ الآن. طبعا هذا المتغير راح أسميه مثلا now date بهذه الطريقة، أو date now الخيار إليه، وطبعا راح أكتب date time dot date time، وطبعا نضيف أقواس ونكتب هنا now. طبعا date time وطبعا dot now بهذه الطريقة. فنتأكد أنه نطبع هذا المتغير print ونكتب now date. إذا لاحظ أنه راح يعطيني تاريخ اليوم بشكل كامل. طيب فإذا أنا هسه عندي تاريخ اليوم وعندي تاريخ المواليد، كيف أحسب العمر؟ العمر هو تاريخ الآن أو تاريخ اليوم ناقصا تاريخ المواليد. فراح أجري عملية print هذه الطريقة، وراح يكون تاريخ الآن بهذه الطريقة ناقصا تاريخ المواليد حتى يعطيني العمر. إذا أجي هنا أجري print، إذا لاحظ من راح يعطيني 11667 day، يعني هنا راح يعطيني إياها بالأيام، وطبعا راح يعطيني هاي التفاصيل كلها. طيب إذا أريد أنا هنا فقط الأيام، ما أريد هاي التفاصيل كلها، راح أضيف أقواس هنا، أقواس بالنهاية هذا الشكل، وقبل نهاية القوس راح أكتب dot days بهذه الطريقة، راح يعطيني فقط الأيام. طيب إذا أنا أريد العمر بالسنوات وليس بالأيام، شنو اللي راح أسوي؟ كل ما علي هو أنه راح أقسم هاي الأيام على 395، فأجي هنا قبل نهاية القوس أخلي عملية القسمة 365 بهذه الطريقة، راح يعطيني 31 سنة و93 أو يعني 93% أو خلينا نقول 93 يوم. طيب إذا أنا أريد أقرب، فقط أريد رقم صحيح، فقط أريد السنوات ما أريد الأشهر، طيب شنو اللي أسوي؟ مثل ما تعلمنا عندنا الدالة اللي هي اسمها round، وطبعا هذه الدالة هي اللي راح تقرب لي. طيب منين راح تبدي التقريب؟ راح أجي هنا بالبداية أكتب print، بداخل print راح أكتب round بهذه الطريقة. طيب بعدين أجي أجري هذه الأقواس كلها، أخذها بهذه الطريقة، بعدين أجي إلى بداخل الأقواس اللي بالبداية، هذا القوس وهذا القوس، يعني من الناو إلى 365 أخذها كلها cut،
وهذه كلها احذفها واخليها بداخل اقواس الراوند. بهذه الطريقة اجي الى عملية الرن، راح الاحظ انه يعطيني عمري 32 تقريبا، لان انا بعد ايام اصل الى 32. طيب مثل ما لاحظ هذا مثال تطبيقي على الموديول اللي هو داي تايم، من خلاله نقدر نحسب العمر. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.